بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم في الأسئلة المختصة بشابتر البروكيورمنت. السؤال الأول بيقول once signed a contract is legally binding unless، يعني بمجرد التوقيع بيكون الكونتراكت العقد ملزم تعاقديا أو رابط قانونيا، فيما عدا لو one party is unable to perform، أحد الأطراف مش قادر إنه يؤدي. الاختيار الثاني one party is unable to finance its part of work، أحد الأطراف مش قادر إنه يمول. الاختيار الثالث it's in violation of applicable law، يعني يعتبر ده انتهاك وخرق للقانون المعمول به. الاختيار الرابع it's declared null and void by either party's legal counsel، يعني ان هو تم الاعلان على ان العقد ده يعتبر فارغ وباطل قانونيا من قبل احد الاطراف او المحامي بتاع احد الطرفين. طيب لو حاولنا ان احنا نستبعد الاختيار الاول والثاني ان احد الاطراف مش قادر ينفذ بنود العقد او مش قادر يمول، فده يعني مشكله في العقد لكن ما تعتبرش بناء عليه ان العقد يعتبر غير ملزم تعاقديا، لا هيفضل ملزم وهيفضل الطرف اللي غير مؤدي ده واجب عليه انه يؤدي او ان هو يبقى يتوقع عليه العقوبات اللي كانت مذكوره مثلا في التعاقد، فبالتالي الاثنين الاول والثاني دول مستبعدين. الاختيار الرابع احد المحامين يعلن ان العقد باطل، لا المحامي مش جهه يعني للحكم على حاجه زي دي، لو كانوا مثلا دخلوا في قضاء والقضاء هو اللي اعلن او الاربيتريشن هو اللي اعلن حاجه زي كده اتس اوكي، لكن محامي لاحد الطرفين هو اللي يعلن ان العقد ده باطل، لا مش بمزاجه خلاص العقد متوقع يعني. فبالتالي الإجابة الصحيحة هي إن it's an in violation of applicable law، الاختيار الثالث لو كان التعاقد نفسه عبارة عن حاجة مثلا غير قانونية أو غير مسموح بها قانونا، زي مثلا في بلد ما فيهاش خمور يتعاقد إن هو يورد خمور، أو يتعاقد على سرقة بنك، يتعاقد على قتل، يتعاقد على حاجة غير مسموح بها قانونيا. طيب الاختيار الثاني with a clear procurement statement of work the seller completes work as specified but the buyer is not pleased with the results، واضح ان كان في procurement وواضح جدا الديتيلز بتاعته والمقاول خلصه بشكل كامل زي ما هو مذكور بس الباير مش عاجبه not pleased with the results، the contract is considered to be، يعتبر العقد ايه null and void باطل وفارغ قانونيا ولا incomplete غير مكتمل ولا complete مكتمل ولا waived متنازل عنه. طبعا طالما هو خلص وخلص اللي متقال عليه في العقد فهي واضحة وإجابة بسيطة جدا، العقد يعتبر complete حتى لو المالك مش عاجبه، دي مش مشكلة المقاول هو نفذ المتعاقد عليه، فالإجابة الصحيحة هي الاختيار الثالث. طيب السؤال الثالث بيقول all of the following statements concerning procurement documents، جميع ما يلي بخصوص procurement documents مستندات التعاقد are incorrect تعتبر غلط except فيما عدا واحدة فيهم تعتبر صح. الاختيار الأول well designed procurement documents can simplify comparison of responses، ال well designed procurement documents المصممة بشكل كويس مستندات التعاقد المصممة بشكل مظبوط أو بعناية بتسهل ال comparison ما بين ال responses، بتسهل المقارنة ما بين الاستجابات المختلفة اللي هي التنافسات يعني أو المتنافسين اللي في العطا يعني. الاختيار الثاني procurement documents must be rigorous with no flexibility to allow consideration of seller suggestion، يعني مستندات الشراء تكون محكمة وغير ما فيهاش أي مرونة خالص عشان تسمح للمقاول إنه يقترح، عشان تسمح للأخذ بالاعتبار اقتراحات المقاول. طيب الاختيار الثالث in general procurement documents should not include selection criteria، بوجه عام المستندات الشراء المفروض إن هي ما تتضمنش معايير الاختيار. الاختيار الرابع بيقول well designed procurement documents مستندات الشراء المصممة بشكل كويس do not include a procurement statement of work، ما بتتضمنش ال statement of work او بيان الاعمال المطلوبة في العقد. طيب لو حاولنا ان احنا نستبعد، لا شك ان الاخيرة دي يعني تعتبر غير منطقية بالمرة، واللي قبلها اللي هي procurement documents ما تتضمنش معايير الاختيار، لا المفروض يبقى الناس عارفة هيتم اختيارهم بناء على ايه. الاختيار التاني اللي هو procurement documents لا ما يبقاش فيها flexibility عشان تسمح بالseller suggestions، يعني ازاي بالعكس المفروض يبقى فيها flexibility عشان تسمح بالseller suggestions او الاقتراحات المقاولين.
الإجابة الصحيحة هي الاختيار الأول well designed procurement documents can simplify comparison، بتسهل المقارنة ما بين الاستجابة. لا شك إن هي كل ما بتبقى واضحة الناس بتسعر بشكل كويس، ما بيبقاش فيه إبهام أو يعني غموض عند الناس اللي بتسعر في تسعير حاجة معينة. السؤال الرابع بيقول the project manager for the seller is told by her management that the project should do whatever possible، المشروع يعمل أي شيء to be awarded incentive money عشان ناخد التحفيز المكافأة. The primary objective of incentive clauses is a contract is to in a contract is to، الهدف الرئيسي من الانسنتيف من البنود التعاقدية أو الفقرة التعاقدية الكلوز الخاص بالانسنتيف الخاص بالتحفيز في العقد بيكون لي الاختيار الأول reduce costs for the buyer، بيقلل تكاليف على الباير على المالك. help the seller control costs، بيقلل أو بيساعد المقاول إن هو يعمل control cost تحكم في التكاليف. synchronize objectives، بيزامن الأهداف. الاختيار الأخير reduce risk for the seller، بيقلل المخاطر على السيلر by shifting risk to the buyer، من إن هو ينقل الريسك للباير. طيب لو حاولنا إن احنا نستبعد الاختيار الاخير ان هو بينقل الريسك من السيلر للباير، ده مش منطقي ان انا احط حافز يبقى الحافز خلاه الريسك اتنقل على الباير، لا ملهاش علاقة يعني. طيب الاختيار الاول والتاني يعتبروا صح لان هو بيقلل التكاليف على الباير لان هو خلى ان في حافز للمقاول لو خلصت بقيمة اقل هديك مكافأة، فبالتالي هيبقى عايز يخلص بقيمة اقل بس هيديله مكافأة برضو. طيب الـ help the seller control cost بيساعد المقاول على ان هو يرشد التكاليف شوية او الانفاق، فعلا بيبقى فيه تحكم في التكاليف. فالاختيار الاول والتاني يعتبروا الاتنين صح بس كل واحد في حتة لوحدها، واحد للباير واحد للسيلر. الاختيار الثالث synchronize objectives، تزامن الاهداف، ان الاهداف يعني هدف المالك ان هو يقلل وهدف المقاول ان هو يكسب اكتر. لا شك ان ده بيبقى حل وسط ما بين الاثنين، فبالتالي الاجابه الصحيحه هي synchronize objectives. السؤال الخامس بيقول all of the following statements about change control are incorrect، جميع ما يلي يعتبر غلط فيما عدا واحده بس اللي صح بخصوص ال change control. طيب الاختيار الاول a fixed price contract will minimize the need for change control، يعني العقد اللي هو الفيكسد برايس هيقلل الاحتياج لمراقبة التكاليف، مش هنبقى عايزين بقى نراقب تكاليف. الاختيار الثاني change seldom provide real benefits to the project، نادرا لما تكون التغييرات دي يعني بتدي فايدة حقيقية للمشروع. الاختيار الثالث contracts should include procedures to accommodate changes، لازم ان العقد يبقى فيه بنود خاصة بموضوع التغييرات. الاختيار الرابع more detailed specification eliminate the cause of changes، تفصيل more detailed specification المواصفات لما تكون مفصلة بشكل اكبر بتدي او بتمنع ال cause of change الاسباب بتاعة التغيير. طيب لو حاولنا ان احنا نستبعد الاختيار الاخير ان هي يعني هتمنع اسباب التغيير، هي ممكن تقلل اسباب التغيير لكن مش هتمنع يعني، فالاختيار الاخير ده يعتبر incorrect فهنستبعده، احنا بندور على الكوريكت. الاختيار الاولاني fixed price contract will minimize the need for change، هيقلل يعني ملهاش علاقة بنوع العقد، احنا كده كده لازم اعمل control للchange، لازم اكون مراقب ومتحكم بشكل كويس في موضوع الchange سواء كان العقد fixed price او غيره. حتى لو انا كان عندي اعتقاد ان ممكن ما يبقاش فيه تغييرات بسبب ان هو مثلا fixed price او انا عارف السكوب، لا وارد ان يبقى فيه تغييرات برضو. طيب الاختيار الثاني change seldom provide real benefits، لا مش شرط، ممكن change ده يبقى بيدي فايدة، المالك لقى ان في مثلا مبنى معين محتاج انه يعمله او تعديل في الديكور معين او تعديل في الفاسيلتيز او المرافق مثلا بشكل معين، عشان لو ما عدلهوش دلوقتي هيعدله قدام باغلى، فممكن لا يبقى ليها فوائد ال changes نفسها. فبالتالي الإجابة الصحيحة هي الاختيار الثالث contract should include procedure to accommodate change، لابد أن في العقد يكون فيه بنود لموضوع التغييرات. السؤال السادس بيقول a routine audit of a cost reimbursable contract، يعني
في عقد كوست ريمبيرزبل، المالك بيعوض المقاول عن التكاليف اللي صرفها، وهيبقى في روتين اوديت تفتيش او يعني مراجعه بصوره دوريه. Determines the overcharges are being made. لاحظوا بقى في الاوديت ده ان في يعني متكلفين اكتر من اللازم، في تكاليف مبالغ فيها يعني. If the contract does not specify corrective action، لو كان الكونتراكت مش معرف في الحالة دي نتصرف ازاي كحل تصحيحي او اجراء تصحيحي، طيب يعمل ايه الباير؟ The buyer should، الاختيار الاول، continue to make project payments، يدفع الدفعات ديت اللي تكتبها المقاول اللي هي reimbursable، ولا hold payments until the problem is corrected، يوقف الدفعات لغاية ما يحل المشكلة. الاختيار الثالث، void the contract and start legal action to recover overpayments، يبطل التعاقد ويبدأ في إجراء قانوني عشان يستعيد المصاريف اللي اتصرفت أزيد من اللازم، ولا الاختيار الأخير change the contract to require more frequent audits، يغير بنود العقد عشان يحط فيه حاجة تبقى زي مثلا إيه زيادة لعدد الأودتس الدورية اللي تعمل. طيب لو حاولنا ان احنا نستبعد الاختيار الاخير ان هو يغير الكونتراكت، مش من حقه، خلاص ده متفق عليه وموقع من الطرفين، يبطل العقد برضو مش من حقه، هالت بيمنتس يدفع يوقف الدفعات برضو مش من حقه، متفقين ان احنا ندفع، continue to make project payments هو فعلا الاختيار الصحيح، هو مضطر انه يكمل يدفع الدفعات دي لانه ما حددش في العقد اي corrective action ان هو لو شاكين مثلا ان الدفعات دي غلط او بزيادة هنقارنها بحاجة معينة في السوق، هنجيب عروض اسعار ليها، ما قالش حاجة بقى اجراء تصحيحي في العقد، فخلاص هو مضطر انه هو يلتزم بالعقد. السؤال السابع بيقول the primary objective of contract negotiation، الهدف الرئيسي من negotiation، get the most from the other side، ياخد اكتر ما يقدر عليه من الطرف الثاني، protect the relationship، يحمي العلاقه، العلاقه التعاقديه يعني بين المالك والمقاول، get the highest monetary return، يحصل على اعلى monetary return، عائد مادي او مالي، define objectives and stick to them، بيعرف اهداف ويحاول الالتزام بها. طيب لو حلنا نستبعد الاختيار الاول والثالث هما يعتبروا زي بعض، ان هو ياخد اعلى حاجه او ان هو يحصل على افضل قيمه ماليه، ياخد اقدر اكتر ما يقدر عليه، فده لا شك ان هو مش من اهداف النيجوشيشن. النيجوشيشن انا عارف ان انا لو جيت على المقاول بزياده جدا 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 اكيد هيسرقني، هيردها لي وانا مش واخد بالي، هيستنى ويوم جاي مقلل في الكواليتي، يضرب لي حاجه لانه خسران، انا خسرته وعارف ان انا خسرته، فهو لازم ان هو يحاول يعني يكسب باي طريقه، فده ما يعتبرش هدف كويس من النيجوشيشن. النيجوشيشن انا بحاول ان انا يعني اقلل الرغبه بتاعه المقاول انه يكسب بزياده، لكن يكسب بالمعقول، انا موافق يكسب بالمعقول لانه لازم يكسب، والا لو هيخسر يبقى مش هيديني الحاجه مظبوط، هم لو بيشتغل ليه. والاختيار الاخير define objectives and stick to them، يعني بعيده شويه ان هم بيعرفوا اهداف ويحاولوا يعني يلتزموا بيها، الا لو كان يقصد مثلا الاهداف الماليه يعني مش واضحه شويه. جيت الاختيار الثاني protect the relationship، بيحمي العلاقه، هو ممكن يكون يقصد ان هو بيحمي العلاقه وهو دي الاجابه الصحيحه، باعتبار ان هو لما بيوصل لوين وين سيتويشن في العقد بيكون كل طرف من الطرفين راضي وشايف ان هو كسبان وحريص على ان هو يخلص العقد وينهي المشروع نفسه. طيب السؤال الثامن seller is working on a cost reimbursable contract، when the buyer decides he would like to expand the scope of services and change to a fixed price contract، كان السيلر شغال في عقد ريمبيرزبل، المالك بيعوضه عن التكاليف اللي صرفها، لما الباير قرر او المالك يعني قرر ان هو عايز يزود السكوب، يزود شويه حاجات جديده ويحول كمان الكونتراكت من كوست ريمبيرزبل لفيكسد برايس، جميع ما قالي all of the following are the seller's options except، جميع ما قالي هي الاختيارات اللي قدام المقاول السيلر فيما عدا، طيب completing the original work on a cost reimbursable basis and then negotiating a fixed price for the additional، يعني يخلص الشغل الاصلي وبعد كده يبقى يعمل negotiate على fixed price للaddition work للأعمال الزيادة. الاختيار الثاني اللي قدام المقاول ان هو يكمبليت الاوريجينال ورك اند ريجكتنج ذا اديشنال، يخلص الاعمال المتبقيه لكن الاعمال الجديده يرفضها.
الاختيار الثالث قدام المقاول negotiation a fixed price contract that includes the work. يعمل تفاوض على fixed price contract, عقد fixed price بيتضمن الأعمال. والاختيار الرابع قدام المقاول starting over with a new contract, يبدأ بعقد جديد. طيب هو لا شك ان كلها اختيارات قدام المقاول ما عدا الاختيار الاخير ان هو يبدأ من جديد. ده مش قراره لوحده, ده لازم فعلا يكون قرار الاثنين. يعني نلاحظ في الاختيارات اللي فاتت كلها هو بيستجيب لطلب المالك, المالك بيقول له عايزين نعمل كذا فبيرد عليه وبيقول له خلاص اوكي, معنى كده ان هم متفقين. فاوكي دي كانت اكتر من حاجة, المرة الاولى كان بيقول ماشي اوكي انا هكمل اللي انا عندي بس الزيادة ده ممكن نتفاوض فيه, ماشي كده هم متفقين. الاختيار الثاني completing the original work, يكمل الاعمال ويرفض الاديشنال, ماشي هو المقاول المالك عرض عليه حاجة جديدة وهو بيرفض الحاجة الجديدة وبيقول لا خلاص انا هشتغل بالعقد, ومن حقه انه يعمل كده. negotiating a fixed price contract, كده هو هنا بيستجيب للاقتراح بتاع المالك ان نحول الموضوع كله الفيكسد برايس وبيقول له اوكي خلاص يلا نجوشيت الموضوع. لكن الاختيار الاخير starting over with a new contract, ده هو بيعمله يعني من مزاجه, هو ده مش اوبشن قدامه, ده كده هو بياخد قرار لوحده او ان هو عايز يعمل حاجة المالك ما عرضهاش يعني. فبالتالي يعني الاختيار الصحيح هو الاختيار الاخير. السؤال التاسع بيقول all of the following must be present to have a contract except في معادة, جميع ما يلي لازم يكون موجود عشان نعمل عقد في معادة, procurement statement of work بيان الأعمال, ولا acceptance القبول, ولا the address of the seller عنوان السيلر, ولا buyer's signatures التوقعات بتاعة المالك. طيب لو حاولنا ان احنا نستبعد جميع ما يلي المفروض يكون موجود, فاحنا بندور على الحاجات اللي فعلا لازم تكون موجودة. لازم يكون موجود البروكيورمنت ستيتمنت فورك بيان الاعمال اللي هتعمل, اه طبعا لازم, اكسبتنس لازم قبول مش بالعافية, الاختيار الرابع باير سيجنتشر لازم يكون فيه توقعات, الاختيار الثالث ادرس اوف ذا سيلر ده يعتبر اقلهم اهمية. فبالتالي الاجابة الصحيحة هي الاختيار الثالث ذا ادرس اوف ذا سيلر. السؤال العاشر بيقول which of the following best describes the project manager's role in the procurement process, اي من العوامل التالية بتصف بشكل افضل الدور بتاع مدير المشروع في البروكيورمنت بروسيس, في عملية الشراء او البروكيورمنت. الاختيار الاول the project manager has only minor involvement, يعني الانفولفمنت بتاعه اقل شيء او يعني قليل جدا او التضمن او الاشتراك. يعني البروجكت مانجر should be the negotiator, يكون هو النيجوشيتور اللي بيعمل التفاوضات. البروجكت مانجر should provide an understanding of the risks of the project, يدي فهم لمخاطر المشروع. الاختيار الرابع the project manager should tell the contract manager how the contracting process should be handled, يعني مدير المشروع بيخبر مدير العقود ازاي العمليه التعاقديه بتعمل لها handling او تعامل او تناول يعني. طيب لو حاولنا ان احنا نستبعد من الاختيارات, الاختيار الاول minor involvement يعني لا شك ان هي واضحه يعني ان هي ايه مش مظبوط. الاختيار الثاني project manager should be the negotiator, لا مش هو النيجوشيتر, هو ممكن يحضر النيجوشيشن لكن ما يكونش هو الوحيد اللي له صلاحيه نيجوشيشن او مش هو القائد يعني في عمليه النيجوشيشن لانه مش هو صاحب المال يعني. الاختيار الاخير انه يخبر مدير العقود ازاي عمليه التعاقد او الكونتراكتنج بروسيس ازاي ان هي بتتهندل, لا مش صح, ده دي العكس يعني مدير العقود هو اللي بيخبره. فبالتالي الاجابه الصحيحه هي الاختيار الثالث سي the project manager should provide an understanding of the risks, يدي فهم للمخاطر بتاعه المشروع. السؤال رقم 11 which of the following activities occurs during the plan procurement management process, اي من العمليات التاليه بتحصل في اثناء عمليه البلان بروكيورمنت, اي من الانشطه التاليه. make or buy decision بياخد قرار ال make or buy ان هو يشتري ولا يصنع, answering seller's question about the bid documents يجاوب على الاسئله بتاعت البيدرز, advertising يعمل اعلان عن ان هو عنده مناقصه او كده, proposal evaluation تقييم العرض. طيب في البلان بروكيورمنت مانجمنت انا لسه بحط خطه ازاي هعمل الاكتيفيتيز اللي بعد كده اللي هي conduct ان انا اعمل عقد, الكنترول ان انا اراقب العقد, close ان انا اقفله,
فبالتالي الاختيار الثاني answering seller question احنا لسه ما وصلنالهوش اساسا، احنا لسه ما عملناش عقد عشان ان احنا نجاوب على اسئله البيدرز. الادفيرسينج نفس الشيء، انا ما عملتش عقد عشان اعمل اعلان. بروبوزال ايفالويشن لسه ما وصلناش لدرجه ان المقاولين يعني قدموا لي. ميك اور باي ديسيشن هو ده فعلا قرار ممكن يتاخد في جزء معين من الاعمال، اعملها بنفسي ولا ادور على مقاول. فلا شك الاجابه الصحيحه هي الاختيار الاول، ميك اور باي ديسيشنز. السؤال رقم 12 بيقول which of the following is best thing for a project manager to do in the conduct procurement process، اي من العوامل التاليه او العناصر التاليه هو يعتبر الافضل ان انا اعمله. is best thing for a project manager to do، المفروض يعمله يعني مدير المشروع. in the conduct procurement process، في عمليه اجراء التعاقدات. الاختيار الاول evaluate risks، يعمل تقييم للمخاطر. الاختيار الثاني select a contract type، يختار نوع العقد. الاختيار الثالث perform market research، يعمل زي بحث في السوق يعني، او تحليل للسوق او بحث تسويقي. الاختيار الرابع answer sellers questions about the procurement documents، يجاوب على اسئلة البيدرز نفسهم او السيلرز. لو حاولنا ان احنا نستبعد ايفالويت ريسكس، دي بتبقى قبل التعاقد، قبل ما ابدأ اعمل تعاقد بعمل ايفالويشن للريسك من البداية يعني، من بداية التخطيط في المشروع، لكن مش بعد ما هعمل خلاص يعني الكوندكت للبروكيورمنت اجي دلوقتي ادور على ايه هي الريسكات. الاختيار الثاني select a contract type، برضو المفروض من البداية ابقى عارف ايه الكونتراكت تايب اللي انا هعمله، مش وقت اجراء العقد نفسه يعني. البرفورم ماركت ريسيرش برضو لا شك ان هي حاجة قبل كده. اما الانسر سيلرز كويستشن فهي جوه الكوندكت، وانا بعمل اجراء للتعاقد، انا بعلن على مناقصة عندي وبجيب المتنافسين واخدوا وبدأوا يسألوا وبجاوب على الاسئلة بتاعتهم، وانا بجاوب على اسئلة السيلرز على البروكيورمنت دوكيمنتس، فلا شك ان ده واحد جوه البروسيس بتاعت الكوندكت بروكيورمنت. يعني انا اكتفي بالقدر ده في الفيديو ده، واسيبكم يعني تكملوا الحل، وما تنسوش ان انتوا تعملوا يعني نسب مئويه كده لنسبه الاجابات الصحيحه اللي بتحلوها، وبالتوفيق ان شاء الله.